شفت انتقام ربنا؟ اهو جهر قلبها على اخوها بعد جوزها عشان تبطل اذيه في خلق الله. بس اخويا كده هو اللي هيروح فيها. ليه؟ العمده وحبيبه والف من يشهد انه ما كانش هناك، وكريمه كل عيلتها حريم، يعني ما عاد لهاش حد تتسند عليه بعد ما سندها راح. والله صح عندك حق. خليها تمشي راسها في الطين عشان تتعلم ترفع راسها في سيادها. مش كان خلصنا منها وجاب أجلها هي كمان؟ هيحصل يا حبيبتي هيحصل. أنا مش قاهرني غير إن جوزتي هتتأجل. تتأجل ليه عاد؟ وأهلي ليه عاد؟ ما تخافيش، جوازك إن شاء الله في ميعاده، وعبد الحكيم حيطلع منها زي الشعرة من العجينة، وحشوف كريمة مهرية من حزنها. أصح ده في خبر لما تعرفيه هتعرف إن كريمة هتموت. قولي قولي. حسن ولدي ماله؟ اتجوز ريتان. يا مهري! ليه؟ ليه؟ اهدي قلبي، اهدي قلبي، اهدي اهدي قلبي، انا بموت، انا بموت. اهدي يا ترى كان عم يلف حواليها الكلب، هو فين؟ تحت مع عبد الحكيم، وهي دخلتها اوضتك وقفلت عليها بالمفتاح. فين المفتاح؟ هجيبهولك. قلبي قلبي افتحها. نورتي. ده نورك. صدقي انت دونا عن اخواتك قريبه من قلبي. من القلب للقلب رسول يا مرات عمي. يا حلوه، يعني مش همك ولا خايفه؟ اخاف؟ واخاف ليه؟ هو انا ببيت غريب لا سمح الله؟ ده انا ببيت جدي، وجوزي يبقى ابن عمي، وحماتي تبقى مرات عمي، يعني ما فيش أمان أحسن من كده. صح يا روحي صح. قولي لي انت كيف لفيتي على الواد حسن؟ وهو حسن برضك يضحك عليه؟ لا ما يضحكش عليه إلا من بيت من بنات كريمة اللي عينهم بجحة يندب فيها رصاصة. بنات كريمة أشرف من الشرف، عارفة ليه؟ عشان بنات كريمة هم بنات عبد الله، وعبد الله يبقى أخو جوزك اللي هو عمي برضو. بفكرك والله اللي كنتي هتموتي عليه، واللي اختار امي وسابك انتي. انت بتقولي ايه؟ بقول اللي انتي عارفاه وفاهمه كويس قوي، واللي عقلك مش عايز ينسى لحد دلوقتي. كل ما عقلك يقول لك خلاص نسيته تظهر لك كريمه يا حرام، وتخليكي تكلف نفسك وتهرف روحك. انت بنت قليلة رباية. اسمعي يا جبريه، يو أقصد يا مرات عمي، اللي أمي ما عرفتش تعمله معاك السنين اللي فاتت دي كلها أنا بقى هطلعه على جدتك. حياة كريمة؟ لا، وانت السابقة، وحياة عبد الله. اخرس يا جليلة الحياة. أنا غير كل البنات. لا بنات إيه بقى؟ ما أنا خلاص بقيت مرات ابنك، يعني بقيت مدام غير كل النسوان اللي مروا عليكي في حياتك. أنا حاجة لوحدي كده، عارفة الحقيقة؟
ربنا الحية اللي تلف على فريستها لحد ما توصلها عصر. أهو أنا وأنا اللي حقت عرس الحية. ماشي يانا يانتي. يا حسن يا مروان الحقوني يا ناس. يا حسن الحقني. يا حسن يا حسن يا مروان الحقوني. يا حسن الحقني. يا حسن يا حسن افتح الباب. والله ما عملت لها حاجة ولا جيت يميتها. الحقني يا حسن ولا انت يا اخويا مستكنه